ذكر تقرير للأمم المتحدة أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال لديه أكثر من 30 ألف عضو متوازعين بين سوريا والعراق، ويتم رفضه من قبل التنظيم الأم، أي تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي بات أقوى بكثير من السابق بفضل تزايد دعم نظام الولي الفقيه. كما أكدت التقارير الصادرة للأمم المتحدة أن نظام الولي الفقيه يسعى إلى إعادة لملمة فلول تنظيم داعش وإعادة ضمه للتنظيم الأم في القاعدة.